شهد وتابعي الجمهورية أونلاين، أهلا بيكم في لايف جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وكلنا رجعنا من أجازتنا، أجازة عيد الفطر المبارك، وكنا كلنا بنستمتع في العيد، وفي اللي خرج وفي راح السينما، والناس كلها استمتعت صراحة، سواء مسلمين مسيحيين. العيد السنة دي كان عيدين. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. راجعين لكم النهاردة بلايف غريب شوية. يعني أنا اصلا ما بحبش الانواع ديت من اللايفات او المواضيع ديت، ما بحبهاش عامه ومش مقتنع بيها، ولكن هو حدث وموجود، وانا شايف ان كثير من المواقع بتعرضه وكثير من المواقع بتتكلم فيه، فكان لازم اطلع وكان لازم اجيب صاحب الموضوع، اجيب منصور المشهور بزلطة مصر، اجيبه وافهم ايه القصه، هل هو فعلا الكلام اللي بيقوله حقيقي ولا هو بيدعي ذلك؟ طب بيدعي دوت ليه؟ ايه موضوعه؟ ايه قصته؟ عشان ما اطولش على حضراتكم واحرق ليكم الموضوع، هتكلم معاه وهناقشه واحاول افهم الموضوع اللي انا شخصيا مش مقتنع بيه ايه هو بالظبط. برحب بيك يا منصور في الجمهوريه اونلاين. برحب بيك في الجمهوريه اونلاين. برحب بيك يا استاذ محمد. انت زعلت ان انا بقول ان انا مش مقتنع؟ لا، ده رايك الشخصي وعلى دماغي. صح كده، انت راجل محترم وجاي النهارده عشان خاطر ابين للناس، تبين للناس، والناس كلها لازم تفهم احنا بنخاطب جمهور كبير وبنخاطب ناس كثيره، وانت النهارده في الجمهوريه اونلاين موقع قومي مش موقع تحت بير سلم. لا، فعشان تطلع فيه وبتقول الكلام اللي انت اللي احنا سمعناه الفتره الماضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لازم يبقى معاك كدليل. اه، معايا دليل. ولازم تثبت لنا بالدليل اللي انت بتقوله دوت، صح ولا لا؟ حقيقي. طيب، هبين لكم دلوقتي واعمل لكم اختبارات. طيب، على قبل ما تبين لنا وتعمل لنا اختبارات، عاوزك تعرف الساده المشاهدين عليك، انت مين؟ عندك كم سنه؟ منين؟ انا اسمي منصور الشهير بزلط مصر، عرباوي من محافظه دقهليه مدينه نبرو. طبعا متجوز حاجه من تحت الارض اسمها الملكه سندس. قبل ما تقول لي متجوز من تحت الارض ومن فوق الارض ومن القمر، انت متجوز طبيعي؟ متجوز اصلا؟ متجوز طبيعي. ومعايا اولاد؟ معايا محمد ورزق. سبع سنين وسبع سنين ونص وخمس سنين. طيب، خلينا نبدا الموضوع برضو قبل ما تقول لي انت متجوز من تحت الارض وتقول لي موضوع الزواج ده. انت بتقول انك كفيف؟ حقيقي، معايا الورق هنا. طيب، انت من ساعه ما اتولدت وانت كفيف؟ لا، انا كنت عملت عمليه تثبيت قرنيه مخلوطيه، وبعد كده نظري بدا اللي كنت راح اعمل تثبيت اساسا. انت كنت مولود طبيعي؟ يعني ما فيش اي مشكله؟ لا، كنت وانا صغير كنت شغال في حاجه اسمها حداده. الحداده ديت بيلحموا بيها كده، فاللمبه ديت سحبت نظري. سحبت نظرك اللي هي بتاعه الكهرباء اللي بتلحم بالكهرباء، بتلحم الحديد دي. فنظرك اصبح ما فيش نظر خالص؟ ما فيش، ما عندكش خالص. ما فيش خالص. بس بشوف عن طريق الخدمه اللي معايا. عندك كام سنه بقى؟ 32 سنه. حلو. كنت شغال ايه او شغال ايه يا منصور؟ انا اشتغلت في المنظفات، اشتغلت في حاجات كتير. اشتغلت في السباكه واشتغلت في المنظفات بعد منها، وبعد كده انا قاعد. بدايتك حداد؟ بدايتي في البدايه خالص حداد. في البدايه. طيب، خالص. ايه موضوع شويه الزلط اللي قدامي دول؟ هي دي ستك ما تقولش عليه زلط، الناس كلها بتقول عليه زلط، بس ده المفروض ان هي احجار كريمه، وده حجر القمر وحجر المريخ. دي نيازك، ومعروف ان هي نيازك، فهثبت للناس ان هي هم الناس بتقول عليه زلط دلوقتي، انا هثبت لهم بقى انه مش زلط. تمام، اثبت لنا وقول لنا حكايته ايه. ماشي. حكايته طبعا في البدايه ان انا كنت شغال في شغلانه، فطلع ظهر لي، كنت شغال في شغلانه غفير، فظهر لي ملك. ازاي غفير وازاي كفيف؟ انا اقول لك على حاجه، انا ليا ابن عمي اما الان قاعد في فتره كورونا، فقال لي تعالى انا عايزك معايا. قلت له يا ابني انا ما فيش. قال لي تعالى انا عايزك ايه؟ معايا. معايا. قلت له يا ابني، قال لي هشيلك. هم عايزين، هو عايزين واحد بس، هو جايبنا ان انا ايه اسليه. جايبني ان انا ايه اسليه. يعني هو ابن عارف انك كفيف وهو ده غفر؟ لا، هو عارف ان انا ما بشوفش، يعني ما بشوفش 2% 5% كده، ما بشوفش. طب والناس اللي انت رايح تشتغل عندهم غفر دول ما يعرفوش؟ لا، هو قال لهم، قال له يا ابني ده انت جايب التليفونات شاشات وحاجات من ديت، فالحاجات دي غاليه. فقال له انت الراجل ده ضامنه؟ قال لهم لا، ما كنتش دعوه بيه، الراجل ده انا ضامنه، ابن عمي وضامنه. هو اللي كان بيديك مرتبك يعني ولا هم؟ لا، احنا كنا، وكان هم اللي بيدونا، وما كانوش لاقيين حد يقعد على الحاجه، لان في فتره كورونا هو عرض علينا 5000 جنيه في فتره شهر. ايوه، كل واحد. فانا فرحنا بالفلوس ورحنا. لان انت هتقعد على 6 حاويات فتره بسيطه، شهر لغايه ما بس فتره الكورونا تعدي. حلو. لان كان الناس خايفه. ماشي. كان الحاويات دي جايه من الصين كده. فانا دخلت الاوضه، اتلبست من الاوضه، ظهر لي ملكه بجنود، فبيعلموني طريقه الدفن. يا جماعه سيبوني، المهم ان انا اللي بيعلموني طريقه الدفن. الجنود، جنود كده عاملين زي البيج رامي ومعاهم حربات. حربة بتاعت زمان ديت ماسكينها. يعني انت رايح تشتغل غفر فتلبست في المكان اللي انت كنت اللي رايح انام فيه، اللي انا رايح انام فيه. ابن عم قال لي ما تنامش، قلت له لا يا عم انا اخش انام، انا تعبان اخش انام. فدخلت انام ما نمتش. ودي مصطادوني بقى اطلع ساعه. ايوه.
وقعدوا طلعوا عيني بيقولوا لها الملكه انا قعدت استسمعها، فقالت لي خلاص اسمع كلامي، قلت لها اسمع كلامي. ملكه ايه؟ الملك صفصف؟ الملكه سندس. 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 الملكه سندس. سندس. الملكه سندس. الملكه سندس. فمن هنا بقى الملكه سندس انا ما عرفتش بقى ان انا اتلبست، لان انا عرفت ان في حاجات طلعت لي بس ما اعرفش في ايه، بس ما قلتش، بقيت ارتعش كده وخايف. ايوه. لغايه ما بقيت اروح البيت اتشال من على السرير واترزع. مراتي تبقى قاعده تزقن الحيط عماله تعمل كده. ايوه. انت اتجوزت وانت كفيف؟ ها؟ اتجوزت؟ لا انا كنت الاول بشوف، يعني كان نظري حلو. كان نظرك حلو؟ اه بشوف اللي هو الشوف الطبيعي، مش الشوف اللي هو بالك فيه، كان نظري برضه ضعيف. انا عملت العمليه ديت قعدت فتره ايه؟ اللي هي تثبيت قرنيه مخروطيه. يعني انت حاليا كفيف ولا ما بشوفش بقى خلاص بقى النظر بقى هو 1%. هبين للناس ان هو 1%. انت بتشوف اهو سيادتك. سيادتك ما انا اشوف واقرا واعمل كل حاجه رغم ان انا بصمجي. امال ازاي كفيف؟ ما انا معايا خدمه سيادتك يا عم، اتجننيش والله معايا خدمه. بص يا جماعه، بص منصور، بص انا عايز بس ثواني، بس ثواني بس. لو انا هعرض كل دوت انا بقولش انت نصاب يا حبيبي، انا ما بقولش انك انت نصاب، ولكن ربنا يعرفوه بالعقل، واحنا مش عاوزين نستخف بعقول المشاهدين. والله ما اقدر. انت بتقول لي دلوقتي انا كفيف؟ والله وحياه عيالي كفيف. كفيف ازاي وانت ماسك ورقه وبتقراه لي؟ ما انا اقرا لك واعمل لك كل حاجه، انا بصمجي ما اعرفش اقرا. والله ما بعرف اقرا، انت مش مصدقين ليه يا جدعان؟ اثبت لي. ها؟ اثبت لي. البطاقه بتاعتي تحت، انت عارف ان البطاقه خدوها؟ انا عارف ان مكتوب فيها لا يعمل. حلو قوي، ماشي. لا يعمل ديت في العجز. كيف؟ ايه ده؟ دي ورقه منين ديت؟ ها؟ اما تقرا دي كومسيون طبي، شوف في كام ختم وشوف في كام امضه، والامضه الحمراء دي بلوه سوداء. طب اهو النظر كام؟ واحد على كام؟ على 60 اسم منصور السيد زايد. طب انت عملت عمليات يعني؟ عملت عمليه تثبيت كرنيه. ده اللي رجع لك النظر؟ ده طينه. ما كل سنه عن سنه بيقل. امال انت نظرك بقى حلو دلوقتي ازاي؟ ما بالخدمه اللي معايا، ما انا قلت لك ايه الخدمه اللي معاك دي؟ الملكه سندس اللي معايا هي اللي تخليني اشوف، انا ما بشوفش الا بالخدمه اللي معايا. انتوا مش مقتنعين ان ده احجار ونيازك وجايه لي هديه من الملكه سندس؟ مالناش دعوه بده دلوقتي، هنروح لده. انا بتكلم في حاجه واحده دلوقتي، انت بتقول لي انا كفيف وانت قدامي بتشوف ونظرك احسن من نظري. حقيقي. حقيقي بشوف الخدمه اللي معايا حقيقي. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. سيادتك تقتنع، دي حاجه رايك الشخصي. ما تزعلش مني، انا مش معاك ولا ضدك والله. والله ولا بحاجة. خلاص انت على دماغي يعني، بس ممكن نوري للساده المشاهدين. وفي ساده مشاهدين بنخاطبهم او بنكلمهم. ممكن نوري بقى للساده المشاهدين. توري لهم ايه؟ اوري لهم التكومسيون الطبي. طب ما ممكن يكون مضروب. هتحبس 25 سنه سجن. يعني جامعة المنصورة ده هضربه؟ ده مكتوب كمبيوتر يا أستاذنا، ما تبص له كده بعد إذنك يا أستاذنا، ده مضروب بالله عليك. مين اللي هيبيع المهنة؟ أنا مش خبير في التزوير. ده برقم عشان أقول لك ده مضروب ولا مش مضروب. ما لو في رقم تليفونه ما رن عليهم قول لهم منصور السيد زايد حماد سالم، هو يقول لك كذا كذا. نظره كذا كذا. طيب يعني أنت عاوز تقول إن الورق ده ما بشوفش. كوميسيون طبي بيقول إن أنت ما بتشوفش. ولكن وتقرير طبي من جامعة المنصورة. ولكن الخدمة اللي معاك اللي هي اللي بتخليني أشوف. اللي هو الملكة ولا الكلام اللي الملكة سندس. الملكة سندس. انت فاهمني، هو اللي بيخليك تشوف. وبعدين وصورت قبل كده فيديوهين واتمسحوا مع صحفيين. اتمسحوا؟ مين اللي مسحهم؟ كان في تسجيلات اللي هي فيديو تسجيلي بيصوروه بيمنتجوه بعد كده، الفيديوهين اتمسحوا. مين اللي مسحهم؟ ما اتمسحوا عشان كان فيهم ضرر ليا. الملكه ايوه سندس. مين اللي مسحهم؟ الملكه سندس. طب ما انا دلوقتي بهاجمك اهوت ومش مقتنع بكلامك. سيادتك ده بس مباشر للناس، الناس بتشوفه كلها. والله وحياه عيالي هقول لك على اسم الصحفيه زميلتك. لا لا ما تجيبش اسامي حد. ما انا هقول لك بعد كده، بعد ما نطلع من البث المباشر. أيوة. هقول لك عليها ورن عليها. انا قلت لك ما حصلش. خلينا واحده واحده عشان الناس ما تتوهش مننا. انت كنت رايح غفر مع انك مع انك كفيف، بس كنت رايح غفر عشان تسلي ابن عمك واتلبست اثناء شغلك. بعد ما اتلبست بقى شويه التوب. ما عرفتش بقى ان انا متجوز ولا كلام من ده. المهم لقيت بقى معايا فلوس، جبت تروسيكل واشتغلت في المنظمه. وانت كفيف جبت تروسيكل؟ ما هو مش هقول لك اتلبست يعني، انت اول ما اتلبست حبوك فرجعوا لك نظرك؟ بقت اي حاجه انا اطلبها هي بتعمل. طلبت بقى ان نظرك يرجع لك؟ مش طلبت انا. كده بص لقيت نظري بقى حلو ماشي. كويس. ابن عمي بيقول لي ايه اللي مكتوب على الحيطه اللي هناك ده؟ انا اللي بقول له ايه اللي مكتوب على الحيطه اللي هناك ده؟ قال لي نهو. قلت له اللي على الحيطه اللي هناك ده؟ قال لي مفيش حاجه على الحيطه. قلت له يا عم ده في رقم كذا 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 مكتوب على الحيطه. مع انك والله ما تقرا. قال لي والله ما في حاجه على الحيطه. مع انك ما بتعرفش تقرا. ارقام ارقام ارقام. ولكن طلع يجري شافه فقام راح قايل ان انا بستعبط. دلوقتي بقيت متعلم وبتعرف تقرا. قال منصور يا قال لي ابن عمي ده قال لي يا منصور
قال بقى طلع لقرايبه ولاد عمي التانيين قال لهم منصور والله العظيم بيضحك عليك ومنصور بيشوف. ايوه انا عاوز اسالك سؤال، لانه كان عارف ان انا ما بشوفش. يا منصور خليك معايا واحده واحده. انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليك، بعد ما كنت كفيف نظرك رجع. حقيقي. وبعد ما كنت امي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، بقرا وقت تقرا وتكتب بسم الله ما شاء الله. لا بص انا اقرا بس ما اعرفش اكتب. تقرا؟ تقرا اي حاجه؟ اي حاجه اقراها. يعني المكتوب ده مثلا هنا كده جمهوريه. الجمهوريه الاخباري. لحظه بلحظة بلحظة. ماشي كمل يا منصور. ماشي سيادتك بقى، عايزين نثبت للناس دوت، فهنعوز المغناطيس اللي هنا دوت بعد اذن سيادتك. استاذنك بس وست نقول المغناطيس دوت. ماشي خلينا مع منصور واحده واحده. انا معاك وهثبت للناس والناس اللي هتحكم عليا، وانا راضي حكم الناس. واحنا جايين عشان نثبت فين المغناطيس اللي انت يا مان. والله ما اقصد ولا شبك. بص هو شبك هنا ولا معلش. بص شوف، بص في الحديد عامل ازاي. ايوه مش بيطلع بسهوله. طبعا طبعا ده حجر القمر اهوت. ده ايه اللي في ده؟ هي دي طوبه زلطه. دي مش زلطه، دي نيزك. ده نيزك. ده حجر نيزك. حلو قوي. عرفت ازاي ان هو نيزك يعني؟ أيوة. بقى اهو قدامك اهوت، ومش عارف باين للساده المشاهدين ولا لا، باين يا استاذ محمد للساده المشاهدين. انا عايز اسال حضرتك سؤال بس، خليك معايا. انا هو معنى ان المغناطيس لزق فيه يبقى ده نيزك؟ دي نيزك، دي زلط. مفيش زلط في الدنيا. هتقول لي في زلط بيلزق في المغناطيس؟ هجيب لك زلط اهوت. هي اتزلطت ب 200 مليون دولار في 11 جرام. الزلطه دي ب 200 مليون دولار؟ ب 200 مليون دولار اتمنت لي مرسوم عليها جمجمه. ممكن امسكها ولا ممكن امسكها؟ لا لا لا، هي فيها زيبق من جوه، زيبق اسمر عادي لو مسكتها ما فيش مشاكل؟ لا. طيب دي بقى بكام؟ ب 200 مليون دولار. دي ب 200 مليون دولار؟ اتمنت لي ب 200 مليون دولار. فجاي لي خبر ان انا لو بعتها دي ب 200 مليون دولار. هتمر الكلام ده منصور بيقوله. اهي اهي اهي. اوعى بقى الزبق يقع هنا. لا هو ده. طب يا ريت يقع، يا ريت يقع. ده لو وقع تبقى 100 100. ما تخلي الملك، خلي العجوز شاب الشاب، ما تخلي الملك. لا الملكه تجيب، ما تفتحش ولا تعمل حاجات منها. ما بتفتحش؟ ما بتفتحش. امال مين اللي يفتح؟ ها اللي بيجي شيخ يقرا عليها. طب ما جبت الشيخ يقرا عليها ليه؟ والشيخ هياخدها مني. ياخدها منك؟ انا خاف من الشيخ، لان انا جوايا خدمه دي لو اتقرا عليها. طب هو مش يسحبها. معلش يعني مش الملكه ممكن تحافظ لك عليها؟ بص جايبك ترقص. الملكه هتحافظ لي عليها ماشي، ما هي بتوه مني. انا ساعات بقعد ادور عليها. ما بتشتغل ايه دلوقتي؟ مش شغال. ما بتصرف؟ وباكل واشرب ومزاجي حلو. منين؟ من عند ربنا. امال انت ليه قلت لي انك انت ما كنتش عارف تعمل العمليه ورحت الاورمان عشان يعملوا لك؟ لا دي زرع كرانيه، دي غاليه جدا. طب انت مش معاك 200 مليون دولار والملكه بتجيب لك اي حاجه انت عاوزها؟ ديت عشان ابيعها فيها قصاد هياخدوا رقم. من غير ما تبيعها الملكه مش ممكن بتقول لي؟ لا مش هتجيب لي فلوس. لا مش انت بتقول بتاكل هتديني فلوس؟ انا مستور 100 100 الحمد لله نسبه. ايوه مستور 100 100 الحمد لله. منين؟ ها؟ منين؟ من الخدمه اللي معايا. الفلوس اللي في جيبك منين؟ الخدمه اللي معايا سيادتك. بتديك ايه؟ ميات ومتينات وخمسينات ولا بتديك؟ لا ربنا بيجي لي رزق لغايه عندي. بيجي لك منين؟ مين اللي بيخش من عند الله؟ ونعمه بالله، ما كلنا بنرزق من عند الله. مين بيخبط عليك وبيطلع لك الفلوس ادالك في ايدك؟ افهم. طيب يا منصور انت ليه مش عاوز تفهمنا؟ سيادتك اصل انت سيادتك برضو يعني بتتحاور معايا ان انا عايز مثلا اوريك حاجات ثانيه، فانت بتتحاور معايا بترجع على النقطه اللي انا كنت. هنشوف كل حاجه. انا معاك النهارده للصبح على دماغك. ولكن سيبك مني انا، ماليش اي اهميه ان انا افهم، ولكن الساده المشاهدين اللي احنا طالعين نكلمهم لازم يفهموا. طيب. انت دلوقتي بتقول انا برزق من عند الله ونعمه بالله. اللي في جيبك دلوقتي دول فلوس ولا ورق؟ معايا فلوس. مين اللي بيديك الفلوس؟ انا كان معايا فلوس، فجبت فراخ، فالفراخ ديت بتبيض، فالبيض بيتباع. ماشي جايب فراخ برضو بيضه بربيها وببيع. كلام اتغير اهو بقى دلوقتي. فكرات ديت انا فاكر الفكرات اللي انا باخدها بتامر بيها وبنفذها فكرات بفلوس. لكن مفيش حد بيخبط. ما هو هي ما بتديش فلوس، ما بتصحاش. ثواني بس، ما بتصحاش تلاقي الفلوس تحت المخده. يعني هي بتشتغل ايه؟ قلت لي ما بشتغلش. ودلوقتي بتقول لي انا بتاجر في الفلوس. مش والله مش انا اللي بشتغل، الجماعه عندي. الجماعه عندك، ما هو مشروعك برضه مشروعي. بس انا ماليش دعوه. انا بص انا عندي ده، هم اهم من مراتي واهم من عيالي واهم من اي حاجه. انا بالنسبه لي دي حاجه ترجع لك. بس انا سؤالي كان ليك واضح. تفكيري كله في ده. يعني انا سايب بيتي ممكن اقعد شهر شهرين ثلاثه اربع شهور في الحاجه دي يا حبيبي. سؤالي كان ليك واضح من البدايه. بتشتغل ايه؟ قلت لي ما بشتغلش. ما بشتغلش حقيقي والله. لما سالتك السؤال تاني قلت لي انا بجيب كذا وكذا وكذا، بتبيض والبيض بيفقس وبتطلع كتاكيت وبتاجر، صح كده؟ ده اللي بيوفر لك مصدر رزق.
وربنا هو اللي كرمنا فيه، ربنا كل حاجه، ولكن ولكن مش بتصحى تلاقي الفلوس تحت المخده. يعني انت عايز تثبت لي يا استاذ محمد ان مفيش ناس متجوزه من تحت الارض حبيبي؟ انا ما اعرفش الكلام ده، وانا مقتنع والله العظيم موجود. انا مش شيخ كمان عشان اقول لك اثبت لك ولا ما اثبتلكش، انا بسالك وانت الشيخ يخاف يطلع يتكلم يا حبيبي، ما عندوش جرأة. بعد اذنك بعد اذنك خلينا في موضوعنا. انت دلوقتي بتشتغل راجل تاجر فراخ عشان يبقى ايه، او تاجر والله بيت. ما تاجر شفت لسه قايل كده، مش حضرتك يا استاذ منصور لسه قايل كده؟ سيادتك انت كده عصبتني يا استاذ محمد. ليه يا استاذ منصور؟ ما انا مش بتاجر في فراخ ولا بتاجر في بيض، انا معاك اهو. مين اللي بتاجر في فراخ؟ مرات عامله مشروع مع نفسها. مين اللي بيديها الفلوس؟ انا بجيب لها بعمل فكرات بجيب فيها فلوس. حلو قوي. طيب يبقى دي تجارتك برضو. هو مش الفكره دي واحد. انا باخدها بقى من 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 الخدمه بالزلح. من الخدمه اللي معايا، ما لسه اوريك دلوقتي الخدمه اللي موجوده. وريني الخدمه. طيب طيب وريك الخدمه يا استاذ محمد. انت من اول مره اشوف صحفي يعني محاور بطريقه دقيقه جدا. هيبان للساده المشاهدين ولا لا؟ هي باينه للساده المشاهدين يا استاذ محمد ولا لا؟ ايه بقى عباره عن ايه؟ وانا اشرح لك. شايفها انت ولا هنوريها للساده المشاهدين؟ ايه بقى؟ ايه اللي انا شايفه؟ خدمة جواها شايفها؟ ايه الخدمة دي؟ بص ده ملك. بص بص اللي جوه الزلطة ده ملك؟ بص بص بيهرب. بيهرب من ايه؟ هي باينة اهي اهي للناس اهي بس اهو. ايوه اتحرك اهو. نوري السادة المشاهدين عشان سيادتك. ايوه الخدمة دي بتعمل ايه طيب؟ فهمني. دي بقى مش انت بتقول لك انا عايز خاتم عليه خدمة؟ انا بقول خاتم عليه. مش انت الناس عايزة خادم، خاتم عليه خدمة عشان يجيب لهم رزق، عشان يجيب لهم مش عارفة ايه، عشان يجوزهم، عشان يطلقهم، عشان مش عارفة ايه، يرزقهم كده. ايه الناس بتحب كده. ادي بقى الزلطة اهي. طب ادي خدمة، ورينا بقى الخدمات. الخدمة التانية اهي مش عارف برضه خبان للسادة المشاهدين ولا عبارة عن ايه دي؟ هوريك دلوقتي سيادتك، بس انا مش عارف، انا عايز اقنعك انت مش لا مالكش دعوة بيا، انا كده كده مش هقتنع. ايه قعدت معاك اربع ايام هنا. ايه دي برضه ايه خدمة؟ ايه. طيب انت بتقول لي ان انت معاك معايا الملكه سندس ديت دي ب 2 مليون دولار. مش 2 مليون، ب 200 مليون دولار. ما شاء الله. ادي 200 مليون دولار. حلو. ايه تاني بقى؟ وريني. واوريك برضك النيازك. وده ايه ده؟ ده حجر. ده الحجر دوت داخله الماس. ليه بقى عرفت منين ان هو فيه الماس؟ ما هو الكواكب فيه منها الماس وفيه منها. انت عرفت؟ انت مش خبير، هو انت جيولوجي؟ انت دارس زولوجيا يعني ولا ده ايه؟ هيبين للساده المشاهدين اهو استاذ محمد، لان انك والله العظيم بصراحه انت عرفت منين ده فيه الماس؟ اهو سيادتك شايفه ولا مش شايفه؟ ايه ده؟ ده الماس اهو. ده الماس اهو؟ الماس والله. عرفت منين ان ده الماس يا باشمهندس؟ ما هو انا سيادتك الحاجه ديت انا مش بوريها لحد عشان مطموع فيها. انا ما بقولش مطموع، اشرح لي. ده فيه الماس. ما بيلمعش قدامك، ما بيلمعش قدام الساده المشاهدين. ولا اي زلطه بتلمع يبقى فيها الماس؟ ها؟ مفيش زلط اساسا بيلمع. مفيش زلط بيلمع؟ مفيش زلط بيلمع. ماشي ماشي. دي داخله الماس، لان دي جايه من الكواكب، دي جايه من اذا كان الرمل بيلمع. الرمل داخله الماس برضه. والله؟ والله العظيم الالماس بيطلع من الرمل. طيب انا عندي حته. طيب عاوز اسالك سؤال بقى. ادي 2 مليون دولار، 200 مليون، وادي 200 مليون، شويه الزلط. ملايين الدولارات. دول ملايين الدولارات؟ ممكن نقول تريليون دولار مثلا. عاوز ايه بقى انت؟ عايز اوصل لايه؟ مش عايز حاجه، عايز ان مثلا انت بتقول لي دول اهم من عيالك. في مسلسل واخد فكرتي. مسلسل ايه واخد؟ مسلسل الاجهر استاذ عمرو سعد. انت كاتب المسلسل ده؟ لا انا ما كتبتش المسلسل ده. انا بقى صورت يوم واحد اتنين. صورت المسلسل؟ لا ما صورتش مسلسل، انا صورت مع موقع كبير وجبت مليون ونص ومليون و600 الف مشاهده. مشاهده فاخدت ترند. فالفكره بتاعتي فكره ايه بقى؟ فكره الاجهر، ان انا ما بشوفش دي اجهر. ماشي. وفكره الاحجار اللي اتكلم عليها والالماس والحاجات ديت فكرتي انا. فلما اتعمل مسلسل الاجهر بقى بتاعك انت. فكرتي. فكرتك انت. انت خدت. انا بحبك يا استاذ عمرو. ايوه سعد، انا بحبك وبحترمك وبشجعك. هو ماله عمرو بقى سعد؟ عم سعد هو بقى. انتوا نفذتوا الفكره بتاعتي. انتوا نفذتوا الفكره بتاعتي ليه؟ طب انت عاوز حقوق؟ لا مش عايز حقوق. مش عايز حقوق، بس عايز ان هو يطلع ينسبه ان الفكره دي بتاعتي. يقولوا بتوع بتاعت مصر. بتاعت زلط مصر. زلط مصر. فكرة زلط مصر. أيوة. ليه بقى؟ لان الاحجار بتاعتي ومحدش طلع في مصر كلها باحجار وزلط الا انا. فدي فكرتي. لان دي نيازك ودي احجار، ما هي اربع انواع. داودي، سليماني، كريستالي. بقول لك يا معلم. انت قلت لي ان دي ب 200 مليون. 200 مليون دولار. اسمها ايه بقى دي؟ دي اسمها حلاب. حلاب. الصعيد عارفينه يعني ايه؟ الصعيد عارفينه على راسه من فوق. ودي؟ ديت الماس. ده الماس. ده جاي من الكوكب. تديني الالماس ده؟ عايز ان انت عايزه ادولك على عيني من جوه ادهولك. ماشي.
ادي الماظ اهو يا جماعه، يعني الراجل ده ماشي دلوقتي دخله الماظ ب 200 مليون دولار اه، ودي تساوي لها كام؟ ما هو سيادتك دي بتتباع بالايراد ماشي. الايراد بكام؟ الايراد مثلا نفترض مثلا نقول ايه الايراد الجرام فيه 100 ايراد، وال 100 ايراد يتباع مثلا ايه ب 350 دولار كده. ايوه دي بقى كام ايراد؟ ما تعرفش دي كام ايراد؟ ها؟ ودي قد ايه دي وزنها؟ ده تعدي 5 6 جرام تقيله. اه يعني انت ماشي بشويه الاحجار عشان ما نقولش زلط وانت تزعل وتتعصب، شويه الاحجار دول كده كلهم على بعضهم يساوي لهم كام مثلا تريليون؟ انا كنت الاول طالع بنشط الدوله ان هي تطلع حد خبير يكتشف الحاجه دي تشوفها ماشي. طب والله ما ده حاجه كويسه ماشي. يعني انت عاوز الدوله تاخد دي. تاخد منك الكلام ده بس سيب لي سيب لي دي تسيب لك دي بيبقى بمقابل هم دي له حاجه ب 200 مليون. ما هو انا عايز دي عشان دي اتمنت لي وفي حد هيشتريها، انما ديت حاجات اثريه، حاجات نيازك ديت بتيجي في امريكا لها متحف. انما ديت مثلا انا عايزها، ما تسيبوا لي دي، ما هو عندكم بتاع 60 واحده. طب انا سمعت ان البلد عندك او قرايبك مش مصدقينك وبيهاجموك. قرايبي بيهاجموني مش بيدعموني. قرايبك عارفين انت عرب، احنا ناس قبيله عرب. قرايبك عارفين انك انت كفيف؟ عارفين ان انا ما بشوفش. ولما شافوك دلوقتي بتشوف؟ لما شافوني بشوف دلوقتي هم بيقول لك بقى مجنون، يعني دلوقتي بيقولوا عليا مجنون. بيقولوا عليك انت مجنون؟ مجنون لما بيشوفك ماشي بشويه الزلط ده بيقولوا عليك مجنون. بيقول عليا مجنون وبلدي برضو كنبرو، في ناس منها بتدعمني وفي ناس منها بتتنمر عليا، والتنمر المفروض يعني انت قرايبك بيقولوا عليك مجنون وعاوز الساده المشاهدين واحنا نقول عليك عاقل. والله العظيم يا جدعان انا مجنون هاجي لك ازاي يا استاذ محمد؟ دي مرسوم عليها حرف العين وحرف واحد. انا مجنون هاجي لك ازاي؟ دي مرسوم عليها ايه؟ انا بشرب مخدرات، ما بشربش السيجاره فاضيه، مكتوب عليها حرف عين اهيت وواحد. قول لي دي كمان. انا بشرب مخدرات؟ انا ما بشربش ما قلتش عليك انت، ده انت لا انت بتقول انا بشرب مخدرات. الناس بتقول عليا ان انا بشرب مخدرات. انا ما بشربش السيجاره فاضيه. ما بتشربش سجاير اصلا؟ والله العظيم ما بشرب سجاير فاضيه حتى. وايه اللي انت لابسه في رقبتك ده يا معلم؟ دوت ده عقيق كهرمان وده لولي ماشي؟ ده جاي لك برضه من الملكه ولا انت اللي عاملهم؟ لا دمت دي واحد صاحبي اللي عطوني جايبولي، بيقول لي جايبه لك ب 30,000 ريال دي. دي مقيم في السعوديه بقاله كتير، اسمه رزق حسن مغير الفار. دي عتاني دي يعني. عتاني ليه؟ لان الحاجات ديت بتفك بقى الكبسه. الكبسه بتتفك مثلا ب 1700 جنيه. الكبسه اللي هي مثلا مش الكبسه اللي هي الاكل بتاع السعوديه، الكبسه اللي هي لما الواحد يكون متجوز في الشهر القمري وعريس زميله يجي يزوره، او يكون واحد يخش عليه ببرنجان بلحمه بقراميط باي حاجه من دي بتكبس. فلما بيتكبس سيادتك ده عندنا في التراث العربي، في التراث البدوي. سامعك والله. في التراث البدوي. سوري انا اسف. لا انت على دماغي. ايوه. على دماغي وده رايك الشخصي وعلى دماغي واحترمه جدا. فالكبسه ديت بقى لما بيتكبس لو راح لمليون دكتور مش ايه؟ مش هيفكله مش هتحمل لانه مراته سليمه وهو سليم. مراته سليمه وهو سليم. فمن هنا لازم يحطوا يتخط مراته تخط العقد دي 7 مرات وتبل له الميه بتاعته. حد بيجي لك يعني بيقول لك انا حصل في وقت في واحد بس رفض يطلع. تاخد منه فلوس ولا تاخدش لا فلوس؟ انا ما هو ما دفعش الا 100 جنيه عشان تبقى انت عارف، لان انا عامل له تخفيض لانه ب 1700 ودفع 100 جنيه. راح لمرات عمي. يعني انت برضو واخد الموضوع مثلا. لا كان بيتريق عليا. راح لمرات عمي قال له هو اللي قارب كده بيقوله ده، قارب كده باين عليه مخه تعبان، هو اللي بيقوله ده صح؟ قال له اللي بيقوله ده صح. الراجل ده من نبروت. ومراته حملت؟ مراته حملت. حامل حامل بقالها شهرين. بعد ما جالك ودفع ال 100 جنيه ما جاش اداك الحلاوه؟ ما جاش اداك الحلاوه؟ لا هو ما راحش بقى تاني لهم، قلت له تطلع معايا تطلع معايا وفي الصحافه. لا ما جاش بقى كده بقى انبسط ان مراته حملت وبتاع، ما جاش اداك اي الفرحه نسته. هو ما ادانيش انا حاجه لان مش انا اللي فاكك له، انا بتوسط له عند حد قرايبنا، انا ما بفكش بالعقد ده، انا لابسه كحد يسالني عليه بقول له دي كذا 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 كذا. بتاع الفكه كبس، انا راجل بدوي ما بحددش قبيله عشان كل العرب ولاد عم. طيب انت دلوقتي يا منصور قعدت تتكلم وتقول كلام كله مرسل، ما اثبتش ما ورد. ولا كلمه. ازاي ما اثبتش بقى سيادتك؟ بقى تعالى بقى عشان تبص من اللي انت قلته. ماشي ده زلطه للناس يعني هي في زلط بينور. ما هو الريل استاذ يعني المشاهدين اما في زلط بينور اهو ميل احجار كتير اهو معلش يا باشا دول شويه زلط، انا عندي حوض سمك فيه شويه الزلط دول. لا استاذ محمد انت تستفزني انت كده. انا مش بستفزك، انا بقولك على زلط يا استاذ محمد. يا باشا الاحجار الكريمه احجار كريمه مكرمه عشان الانبياء كانوا بيلبسوا منها. تخدت انا مش بقى في قصه ده. انا بكلمك بالدين برضه. لا 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 لا. ليه سما كريم؟ انت انا عاوز اسالك سؤال. اسال. اثبت لي ان دي احجار كريمه. انت ما تقدرش تثبت. قول لي انا هثبت لك. قول لي ايه؟ طيب مش جيتوبه اهي. ممكن تسمعني. مش جيتوبه انا اسمعك. بعد اذنك بقى خلينا نتكلم كلام منطقي والناس اللي تحترمنا اللي بتتفرج علينا. ممكن اثبت لك حاجه بس؟ انت لا انت خبير جيولوجيا
ولا انت بتفهم ولا دي دراستك ولا ده موضوعك. الخدمه اللي معايا بتفهم في كل حاجه يا باشا. ما الخدمه ما انا مش خدمتي يعني الخدمه ديت في العساكر والناس دي خدمه ايه والكلام اللي انت بتقوله ده كله يا استاذ محمد. انا اول مره والله العظيم ثلاثة اطلع وادلي برايي كده يعني. انا المفروض ان انا اسمعه واسيب الراي لحضراتكم او للمنوط بهذا الموضوع، ولكن انا فعلا مش مقتنع تماما. هو بيقول ان هو معاه ملكه وانا ما اعرفش غير الملكه صفصف بتاع جعفر العمده، كلنا شفناها طبعا في رمضان. عارفها؟ عارف، لكن ما نعرفش لا سندس ولا غير سندس. اثبت لي ده يعني. اولع لك في الزلط. مش تولع لي في الزلط، امال اعمل لك ايه؟ اثبت اللي انت بتقوله. طب ما انا قلت لك هي دي زلطه يا جماعه، دي زلطه يا استاذ محمد. امال ده ايه؟ طب دي زلطه يا استاذ محمد، دي زلطه اهي دي. امال ده ايه؟ ده حجر كريم، حجر كريم عقيق. ده عقيق اهو يا جماعه. انا اضحك عليك يا استاذ. انا جاي اضحك على الناس يا استاذ محمد. لا لا لا، انا مش، وانا قلت لك انا لا معك ولا ضدك ولا بهاجمك ولا حاجه. انت وريتك برضو قوي عشان يا جماعه ده هنا يازك اللي يلزق في المغناطيس كده نايزك. طيب انت عندك موضوع وانا مش فاهم برضو. هو بيقول لك ده اغلى من مراته ومن عياله واغلى من حياتك واغلى مني واغلى منه هو، مع انه شخصية. عاوز يسلمه، عاوز حد يكتشف الكلام اللي هو بيقوله دوت ويسلمه للدوله. يعني هو مش عاوز منه اي استفاده. لا، عاوز بس في حاجات عاوز 200 مليون دولار دي، وفي مثلا واحنا كلنا على بعضنا قاعدين ما معناش 20 جنيه بس مش مشكله، ده كله بتاع ربنا ونعم بالله. يعني انت عاوز ال 200 مليون وعاوز ايه تاني؟ وعايز اللي فيهم خدمتين يا باشا. حلال عليك كله على دماغي يا استاذ محمد، وانا والله العظيم سعيد جدا بمعرفتك. ما تزعلش مني الجمهورية. ولكن انا ما ازعل، ده رايي، ده دوري. انا عاوز يعني انت انا عاوز ابقى مقتنع. انا مش مقتنع. انت راجل صحفي محترم شاطر جدا، شكرا ليك. جريده الجمهوريه جريده محترمه جدا ولها كيانها، وانا بحترمها جدا وبحترم كل اللي بيتفرج عليا وبحترم كل العقول. بس والله العظيم طالع بالورق والمستندات. وما تزعلش مني، ده دوري. ان انا عاوز اقتنع. انا مش مقتنع. حقك. فهنسيب الموضوع للساده المشاهدين يا جماعه. لا مش المشاهدين برضو، للخبراء يعني اللي بيفهم في الكلام ده. هو اسمه منصور ورقم تليفونه منصور زلط ورقم تليفونه موجود. اللي حابب يكتشف الموضوع اللي هو بيقوله ده كذبه وحقيقه اهلا وسهلا عليه. انا مستعد على دماغي من فوق. شرف ليا شرف ليا والله العظيم. شكرا لسيادتك. زي ما حضراتكم شاهدتوا كده، منصور طالع بيتكلم في زلط وفي احجار وفي كبسه وفي ملكه وفي مواضيع كتير وفي مسلسل وي وي وي. انا مش جايب منصور عشان انا مقتنع بيه، لا، ولا مصدقه ولا اي حاجه، ولكن انا كنت لازم افهم بس الموضوع من منصور ايه. وللاسف برضو انا ما فهمتش يعني. شكرا مشاهدينا ومتابعينا. شكرا لك.